السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ كي دايرين صحاباتي؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين اخواتاتي؟ امور مزيانين هانيين. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده، والله يدخل عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين يا ربي هاد السنه الهجريه بالصحه والسلامه وبالرزق وبالتيسير، والله يصلح لنا الوليدات اللي عندها شبيات، الله يصلحهم لها يا ربي ويهديهم لها يا ربي. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وربي اللي عالم بانني توحشتكم، والله الا توحشتكم ربي اللي عالم. وسمحوا لي ما باركتش لكم العيد وما درتش فيديو اللي قبل العيد باش نقول لكم مبروك العيد كيف العاده، ونبارك لكم العيد ونقول كل وحده اللي خدات شي جلابيتها بالصحه والراحه، ولكن الضغط ديال الخدمه والله ما بقى لي الوقت باش نسجل. كنقول لكم مره اخرى سمحوا لي. ودابا انا كنقول لك ليانا ديالنا، حنا رجعنا خدمنا الحمد لله، حلنا البارح الاثنين واليوم الثلاث اللي كنسجل الفيديو. كنقول لكم اختي رحنا خدمنا، ومرحبا باي وحده بغات شي حاجه ومرحبا بها. البنات اللي كيسولوني انا فين كاينه، كاينه في كازا بالضبط في الدار البيضاء، كاينه في حي الازهار، حي الازهار فوق البرنوسي حدا تيران الوفا. البنات لا دخلتوا الازهار سولوا على تيران الوفا، وانا حدا ملي توصلوا قهوه توصلوا تيران الوفا سولوا على قهوه المرضي، انا شاده عليها واتصلوا بالتليفون ديالي، انا نعت لكم ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم. والبنات راه حنا ما سخيناش بكم، خلي الناس اللي كيعيطوا لي بزاف تعطلتي، ولكن راه ضروري ما ناخذوا الوقت ديالنا باش نرتاحوا ونسافروا شويه مع وليداتنا. على داك نسافروا، كنشكر بزاف الكليانات والمتبعات ديالي اللي كاينين في الشمال، كلهم قالوا لي مرحبا بكم، كلهم عرفوني في الشمال اتصلوا بي وعرفوني في الشمال كيرحب بيا. كنقول لك شكرا، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، وخلينا انا ديجا قلتها لكم وكنعاود نقولها لكم هنا في القناه. كنقول لكم شكرا البنات بزاف بزاف بزاف، والله يخليكم ليا، وراني درت عائله واحده اخرى في القناه، والله الا حسيت براسي بني عندي عائلتي الحمد لله، ودرت قناه يعني مدت قناه وعندي عائله في القناه ديالي. كنقول لكم شكرا بزاف ومرحبا بكم البنات. ما كنبغيش نطول عليكم، ولكن كنبغي ندخل مقدمه، ما نجيش نوري البياس نيشان. صحباتي اليوم عندنا بياس ديال واحد كليانه ديال ابتسام، شي حاجه زوينه جليلبات ديالها وشي قفيطنات ديالها وديال العائله ديالها. كنقول لك اختي جلالب ديالك طلعوا غزالين وطلعوا البياسات ديالك زوينه بالصحه والراحه. جات عندنا منسله، كنقول لك اختي مرحبا بك ملي اختاريتيني انا واختاريتي المحل ديال الادارسه، كنقول لك اختي مرحبا، نوريك الحوجه ديالك طلعوا لك طوب 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 غزالين وبصحتك. شوفي هاد الجلابه اختارت سرداخ البنات، دخلت لها ثلاثه تلوينات شفتو. البنات نشوف الاضاءه، البنات سمحوا لي تنعاود ندير الاضاءه، دابا وقال الاضاءه غتكون اكثر حيت شعلت الضوء ديال الكاميرا. شوفوا البنات هذا راه اختارت سرداخ في التوب كريب، هذا اللون اللي كيقولوا ليه الكامون يا البنات جا غزال، وعندها الجوهره اللي جاي بحال بيستاج لي ريم الكري، واحد بيستاج بارد يعني خرج فيه هو بارد بزاف. البنات دخلنا لي اللون ديالو هنايا، ودخلنا السمر برونز مع اللون التوب، جات غزاله. وقفناها بالماكينه وطرزناها بالترداخ باليد البنات، هذا هو الترداخ، شفتوا الترداخ كيجي غزال ومتقون البنات، هذا هو الترداخ البنات. وخدمناها بالضفيره وعقيدات بلديين، درنا لها الدرس، القميص ديالها شفتوها البنات الكول ديالو كان يدب، وخدمناها نص ثوق البنات، عقيدات نص ثوق الكميمات سوا طرزناهم، الكميمات تاع القفطان ها هي الخدمه ديالو، والخدمه تاع الجلابه ديالك ابتسام بصحتك، جاتك جلابه غزاله انيقه يعني بيسار بصحتك تاع زوينه. هذا القفطان ديال ابتسام، شوف البنات ابتسام راه عروسه الله يكمل عليها بالخير، عقوبه كاع البنيتات يا ربي. هذا راه القميص ديال جوهره، درت ليها هذا الراندا بالعقيقه البنات، هذا الراندا كنخدموها بالعقيق الزمرد، ماشي كتركب كتخدم بالعقيق ديال الزمرد. اضاءه ما ساعدتنيش البنات، نتمنى يا ربي يبان لكم هذا الشيء واضح مزيان. عندها قفطان واحد اخر في جوهره، شفتوا البنات جهه غزال. كانت البنات بغات تخدمو بالسمر، قلت لها لا نحاول نخدمو لك غير اللون في اللون، هذا اللون ديال الثوب جا غزال، وخدمتو ليها بالزمرد، زوقتو ليها بالزمرد اللون ديال الثوب، يا
يعني في اللون ديال الحرير وفي اللون تاع الثوب باش خدمتها. وجا غزال درت ليها الكول في. هذا البنات الحزام ديالو مجدول، شفتوا البنات كيجي غزال، كيتحزم في الجنب، كيجي غزال هاد الحزام بالثوب. وخدمناه اللون في اللون، الشويشات كيكونوا في الجناب تاع المجدول، وهاد العقيدات كيكونوا الراس كيقولوا لي العقده. جهه زوينه البنات، نحاول نرجع اللور باش تبان لكم الخدمه تل تحت البنات، ياك افتحه القدام وعندها افتحات في الجناب، وصديناهم بالعقيدات شويه من تحت باش تبقى لها غير الفتحه العاديه في الجناب. صحتك ابتسام. ابتسام خدمت جلابه واحده اخرى في الغوز بيبي حتى هي، باش ما يكون فيديو طويل ما يمكنش نبين لها البياس كامل. حتى هي جلابتك طلعت زوينه، خدمتها في الرشمه ديال عجيبه. هذا قفطان تاع ماماها جا غزال، درت في الخضر ملكي، خدمناه بالغوز يعني غوز فيشيا جا غزال، درنا ليه الموف وسمنو الصفيفر والديكرادي ديال اللون ديال الثوب مع السمساري، جا زوين بصراحه. خدمناه بكورمي تل تحت البنات، جا زوين شفتو، افتحه من القدام ايفازي كول دايد في الكريب. صحتكم، نتمنى يا ربي يكون خفيفه على قلوبكم وما نطولش عليكم الفيديو. البنات هذا جلابه بالقميص ديالها، درتنا لها تنبيته هنا بالمزونه، وهذا راه الماتسون والبنات يعني شي حاجه غزاله. خدمناها بالضفيره بالسم، حيت جلابه حضوريه بالقميص ديالها، درنا ليها هنايا الضفيره بالسم البنات بحال الشكل ديال القميص، الضفيره بالسم والعقيدات بلديين. هذا بوسلين وستان من التحت جا غزال على القميص ديالها، عندها افتحه طويله من القدام. الكميمات جاو نقيين متولين. جلابه بيضاء، هادي ديال كندون، كندون لا ملعقلت لا فكرني عقلي ديال العدوزه ديالها ديال ماما تراجلها، اختارت ليها هاد التونسي، وانا حنا اختارينا لهاد الالوان اللي مهدنين اللي غيتماشاو مع البيض. جات غزاله رشمه التونسي، دخلنا الموف واحد موف غزال مع الشويبي، مع هنا كان واحد الصفيفر بارد جاي ريم واحد الصفر اللي ريم الباج ياك، وهنا الشويبي البنات مع الموف مع الغوز بيبي، طلعت رشيمه غزاله لونات مهدنين وباهتين. هابطه بالكورميت لتحت البنات، افتحها القدام طريزه في الكم، لا داعي على الفينيسو اللي كنوريكم البنات. صحتك اختي، صحت الحاجه. هذه كنظن جلابه ديال الوالده ديالها، طريزه خدمناها لها بالماكينه، هذه طرزت الماكينه وطلعت غزاله يا البنات. شوفوا تبارك الله كيف جات السبوله كيدقه كيعامره. خدمنا نفس الشيء بالكورمي حتى لتحت، والوينات جاو مهدنين، دخلنا الوينات غزالين، دخلنا السومو، دخلنا الديكرادي ديال التوب في الموف، دخلنا لون التوب، ودخلنا الصفيفر والموف غامق. صراحه الوينات زوينين، واخا راه كاينين واحد خمسه الوينات ولكن مهدنين، جات غزاله، تمشاو مع اللون، تمشاو مع التوب، بغيت تمشاو ان شاء الله حتى مع مولات الجلابه. بصحتك، جلابه جبليه خدمناها البنات بالكمبيوتر، وشوفوا الكمبيوتر كي الخدمه ديالو كي غادا عامره، شفتوها البنات عرفتي الدقه حتى دقه، يعني تبارك الله على المعلميه صراحه، كلهم اللي كيخدموا مع الادارسه خيط الادارسه مرحبا بهم، ولكن صراحه الخدمه غزاله. دخلنا فيها اللوينات، دخلنا فيها الشويبي، دخلنا فيها الغوز فيشيا، دخلنا فيها البلوغوا، دخلنا فيها هاد الصفر فليو، يعني واحد اللوين غزال، جا غزاله البنات من السوق وبالسمبرون صراحه جات مسروعه. انا غنقربها لكم باش تشوفوا الدقه كي داير عامر ديال الكمبيوتر، ماشي خاويه كتبان بحالها الدقه مخدومه باليد.
شي زعما خاويه غير خدم وزرب، يعني خدمه اتقان الله يعطيهم الصحه. كنظن ديال العائله ديال راجلها خواتات راجلها، هاد لي البنات ثلاثه اللي غنوريكم دابا، هادي حتى هي جبليه شفتوا الطريزه اللي اختارينا في الكميمات، صراحه شي حاجه زوينه اللوينه دخلناهم زوينين، ودرنا حجيرات هنا في الصدر ونص الثوق دريس في الكول، هذه جبليه في البلوغوا صراحه الرشيمه غزاله واللوينات عطاو غزالين. كاين هاد الجلي اللي بعتها هي يعني واحد اللوين لون خزامي، عرفتوا البنات نقول لكم لون خزامه، تا هو طلع زوين، تا هي خدمناها بطرز ماكينه، شوفوا البنات طرز ماكينه وراه كيطلع متقون وعامر، الله يعطي الصحه للمعلمات كاملين اللي كيخدموا معنا. راه حنا تبارك الله جروب، شي كيطرش شي كيخيط شي كيفيني شي كينبت، يعني تبارك الله راه حنا المعلمات كيخدموا معايا الصراحه والمعلمين الله يعطيهم الصحه، وماشي انا نشكروا غير الخدمه ونساو المعلميات، المعلمين راه عندهم دور معنا. بصحتكم بصحه العائله ديال ابتسام بصحه ابتسام بصحة اي وحده خدمت عندنا، وكنقول لكم مرحبا بكم، حنا بدينا الخدمه، الا بغات كومونتي شي حاجه مرحبا بها، واللي بغات تجي عندنا مرحبا كيف العاده، رحنا كنستقبلوا من الربعه حتى للثمانيه، مرحبا بكم البنات اللي بغات تجي عندي اتصل بيا. وفي الصباحات راه ماشي ما كنكونش في المحل، نهار كنكون ونهار لا، نهار كنفصل نهار كنتفسل نهار كنمشي نتقدى، كيكون عندنا اغراض واحد اخرى في الصباح وفي العشيه كنخصوه للكليان، هكا باش يكون عندك الوقت، انت عندك الوقت ديالك كافي وانا عندي الوقت ديالي باش نخدم البياسات الاخرين. وشكرا بزاف وسمحوا لي طولت عليكم، ومرحبا بالجميع البنات، وما تنساونا التشجيعات ديالكم، الجيمات ديالكم زوينين، الكومونتير ديالكم زوين، توحشتوا توحشتكم بزاف البنات، تبارك الله عليكم، والسلام عليكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله باذن الله.